يكون لنا إن شاء الله في خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي لقاء وطني أيضا تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية فيما يخص لي زيتا جينيرو دي سبور لنفكر معا حول وضعية الرياضة الجزائرية واقعها بإيجابياتها وبسلبياتها وتكون عندنا أيضا الشجاعة الكافية للتطرق إلى النقائص لاتخاذ القرارات الإيجابية التي تعكس الواقع. Nous voudrions que ce document puisse un petit peu être le guide de toutes les actions qui seront menées par la Fédération algérienne de football, mais aussi par tous les intervenants, afin qu'on puisse petit à petit voir notre football se jouer dans les conditions que nous voudrions. هذا المكتب الفيدرالي جلس وخذا قرارات فيه فيما يخص الصلاحيات تاع الجمعيه العامه هذا كذلك في الجمعيه العامه اتخذت جسدت بعض القرارات وفيه ما يخص لقرارات اللي تؤخذ مع هيئات اخرى مثلا الوزارات المعنيه بالامر هذاك يعني يتطلب شويه وقت ولكن كل شيء موجود في الكتاب يعني اللي صدر من اللجنه هذه اللي عطيناها كل وزاره من بعد نشوفوا معاهم ننسقوا معاهم باش ناخذوا عمليات